إصابة مئات اليمنيين بالكوليرا التي انتشرت مؤخرا في عدد من المدن اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء هي آخر ما كان ينقص معاناة اليمنيين الذين تفتك بهم الحرب وما ينتج عنها من أمراض، فغرف المستشفيات وأسرتها لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بالكوليرا، والذين يتلقى بعضهم العلاج في أحد ممرات المستشفى بعد تحويل قسم الطوارئ إلى منطقة حجر صحي. أنا أصبت بالمرض وحصل عندي ما أختقل إسهال وطرش سبب يعني تلوث هذا أكل كثير، المستشفى قالوا عندنا كوليرا عندنا. أصبت بهذا المرض فجأة يعني لا ما أدري ما هو سببه، يعني بشكل مفاجئ، وتعرضني لعدة يعني من المغص والإسهال المزمن. ثلاث حالات وفاة على الأقل نتيجة الإصابة بالكوليرا، و16 حالة إصابة بفشل كلوي بسبب ارتفاع وظائف الكلى الناتج عن الإصابة بالكوليرا كما يؤكد الأطباء. المستشفيات في صنعاء تعاني من العجز في مواجهة عدد الحالات المتزايدة والمصابة بالكوليرا والتي باتت تصل إليها من المحافظات المجاورة. من الأسبوع هذا بدأت تشوف الحالات يقل من المحافظة بقية المحافظات طبعا، والإمكانيات هنا إيش مع البداء مع الحرب هذه اللي علينا سنتين والحصار، يعني إمكانيات شحيحة. الوفيات الآن ثلاث حالات وفيات، في 11 حالة دخلوا فشل كلوي تمام، والآن يعملوا غسيل تمام، وكل الأمراض طبعا هذا من الحالات السيفير ديهيدريشن الحاد هذا يدخلوا بإيش فشل كلوي. انتشار مرض الكوليرا أثار المخاوف لدى سكان صنعاء والمحافظات المجاورة، فأغلب السكان لا يحصلون على مياه شرب صالحة، والمؤسسات الصحية لا تبدو جاهزة لمواجهة الوباء، ما يفرض على جميع الأطراف العمل على احتواء الكوليرا والقضاء عليها قبل أن تقضي عليهم. في كل لحظة يتزايد الأعداد كما ترون، نتمنى من كل الأطراف الصراع السياسي في اليمن ألا تغفل هذا الجانب، لأنه هو من سيقضي على هذه الأطراف إذا لم يتم التعامل مع هؤلاء الناس. الناس تعاني، الناس على وشك الموت، نتمنى من كل أحرار العالم بأن يلتفتوا إلى معاناة الشعب اليمني. أقوام من الزبالة تنتشر في الشوارع والأرصفة نتيجة إضراب عمال النظافة عن أداء أعمالهم بالتزامن مع انتشار داء الكوليرا، وهو ما يعني أن البيئة مواتية في صنعاء لانتشار المرض، خاصة مع تزامنه مع هذه الأكوام من القمامة وأيضا مع موسم الأمطار. مختار الشرفي، الحرة، صنعاء.